جالي شاب من القاهرة وعايز يصالح خطيبته هنا في المنصورة، ففكر ان هو يعمل لها حاجة تلفت نظر البلد كلها علشان يبقى الاعتذار مش خاص عليها ان هو جاب لها حاجة او صالحها بينه وبينها، لا ده صالحها قدام العالم كله ان هو بيقول لها انا بحبك وسامحيني وعيلتك تسامحني قدام البلد كلها علشان ما يبقالهاش حجة بعد كده وترجع له. فكانت الفكرة جديدة واول مرة تتعمل هنا في المنصورة، ولما اتعملت لقيت رد فعل جامد جدا في الشارع، بس في طبعا ناس معارضة وفي ناس مؤيدة. شايف ان الاعلام ده فكرة حلوة جديدة يعني الشعب المصري وكده، واي حد ممكن بصراحة يكتب حب خصوصا ان احنا في عصر حر. شايف ان الراجل ده جريء جدا، بيحب حبيبته قوي، لان لو في دماغه واحدة تانية ما كانش عمل كده قدام الناس كلها، ودي حاجة كويسة اول مرة نشوفها اصلا في اي محافظة تانية، مش شفناهاش خالص غير في المنصورة. ما ينفعش ولد يقلل من كرامته عشان بنت، يعني لان كرامة الانسان لا تقارن بأي بنت في الدنيا دي كلها. الواد ده برنس، ويا ريت يتقدر الكلام ده، وربنا يسعدهم ببعض، و يعني يا ريت نبقى كل واحد يعبر بأسلوبه الكويس ده. حاجة كبيرة جدا، أول مرة أشوف المنصورة عامة في مصر كلها، وإن دل الإعلان ده يعني فبيدل إن هو يعني معزته الغالية لها، يعني مش هو ممكن يجيب هدية بأغلى من كده، بس مجرد الإعلان إن هو يفكر في فكرة كبيرة دي اغلى من اغلى هديه. وحلو ان انت تعمل حاجه يبقى فيها جرأه، ان اللي قدامك يحس منك ان انت جريء، ان عايز تصالحه قدام البلد كلها، ما انتش واقف جنبه وبتصالحه.